بحضور عدد من الوزراء والإعلاميين وسيدات الأعمال، أقامت المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة أنداء فعالية كبرى للاحتفال بنجاح المؤسسة خلال الفترة الأخيرة وجهودها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة خاصة في محافظات الصعيد. النداء الحقيقة وصلت لقرى أكثر احتياجا في 3 محافظات، قنا، الأقصر وسوهاج. تقريبا 70 قرية استفادت من هذه المبادرة، في أكثر من 16,000 رجل وامرأة اتدربوا، فكل دي رسائل مهمة جدا. أيضا 9 من 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة بنجد إن هذه المبادرة قامت عليها. النتيجة إن احنا انتشلنا أسر بأكملها من الفقر، عشان لما الست تبقى فرد إضافي بيجيب لقمة عيش، طبعا تفرق قوي 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 في اللي تقدر الأسرة يعني تستهلكه. وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن مبادرات المؤسسة والتي تهدف إلى تقديم الدعم إلى المستحقين وتمكين المرأة والشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مبادرة جادة جدا جدا بتهدف لتمكين المرأة من خلال خلق فرص عمل ليها. احنا محتاجين نمكن المرأة بالطريقة دي. المرأة مش هتمكن باننا نديها معونة ولا نديها شوية فلوس. المرأة محتاجة ان هي تتعلم مهارات تقدر تكتسب بيها عيشها، والمرأة المصرية شديدة الذكاء وكل اللي محتاجاه فرصة. نكون يدا بيد مع المجتمع المدني، صحيح هو طول عمر المجتمع المدني داعم، ولكن نتوقع منه الأكثر والأكثر خلال الفترة القادمة. يمكن كنا مركزين أكثر على الجانب القانوني لغاية ما تصدر اللائحة، ولغاية ما بتعمل صندوق دعم الجمعيات أو الوحدة الجمعيات الأهلية اللي يعني إن شاء الله منتظر إنشائها في وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن كجهة مستقلة. مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة أنداء هو تعاون مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2012، وذلك للتصدي للتحديات والحد من الفقر وتوليد فرص العمل على المستويات المحلية. تقديم الرعاية للقرى الأكثر احتياجاً بمحافظات مصر وتشجيع المبادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة وتشجيع النساء والشباب أهداف هامة يسعى إليها مشروع المبادرة المصرية للرعاية المتكاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية والحد من الفقر. ندى إبراهيم، النيل.